مرحبا بكم في برنامج مبدعون، برنامج يهدف إلى نشر الوعي من وإلى شرائح المجتمع، وكذا تسليط الضوء على المبدعين في كافة المجالات والتخصصات وفي جميع أنحاء الوطن. حلقتنا لنهار اليوم تسلط ضوءها على فن يكسب الكتابة أشكال هندسية مختلفة، فن الخط العربي. ولنتقرب أكثر من هذا الفن الراقي، نستضيف اليوم في حلقتنا الخطاط المبدع علاوي حسين من ولاية بشار. مرحبا بك معنا علاوي حسين. مرحبا بك أشواق، مرحبا. ممكن تعرف المشاهد أكثر على من يكون علاوي حسين؟ علاوي حسين هو موظف في قطاع حكومي ولديه شغف هو الخط العربي. جميل جدا. متى كانت بدايتك الفنية مع الخط العربي؟ هي في بداية الخط العربي كانت في بداية 2018، كانت بدايات متواضعة تاع تتبع لأثر الخطاطين القدماء، وكان البداية نتاعي هي كانت أكثر تأثيرا من أحد الإخوة متواجدين بولاية أضرار اللي هو بابا سيد أحمد، وهو من الخطاطين بولاية أضرار، نوجه له تحية بالمناسبة. كان هو الشغف كان من الصغر، لكن بعد ذلك كان فيه انقطاع نسبة للظروف، طرف خارجة عن العالم. يعني عصامي التكوين. أكيد عصامي التكوين. للأسف كان هناك بحث كثير عن أساتذة هنا متواجدين في الولاية. نظرا للظروف التجأت إلى قنوات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة اليوتيوب التي تعلمت منها الكثير، وعدة قنوات أخرى، عدة خطاطين كبار كنت بالمراسلة معهم عن بعد، وهكذا كانت البدايه. يعني التحفيز تاعك كان من عند اساتذه ومن قنوات يوتيوب؟ الامر كانت من اساتذه، كانت من الاستاذ احمد اسماعيل المتواجد بغزه فلسطين، لان البدايات كانت بالخط الديواني وهو من الخطوط الاساسيه ومن الخطوط العثمانيه. كانت ليه معه بدايه جيده، حيث كان يوجه لي انا بدون انتقادات. يعني وعلاش خيرت هذا الخط انك تبدا به؟ كان اسهل ربما من خطوط اخرى؟ هو اولا حبا في الخط، ثانيا ليس لسهولته بل لصعوبته، حيث ان من اسهل الخطوط المعترف عليها لدى الخطاطين هي خط الرقعه، هو خط الرقعه، لكن توجهي لخط الديواني لجماليته في انسيابيه حروفه وفي كلماته. جميل جدا. بما أننا تحدثنا على الخطوط، زيد حدثنا أكثر يعني على أنواع الخطوط هي الشائعة من الخطوط. هي الخطوط الأساسية هي خطوط ثمانية، أولها يبدأ بالخط الكوفي وهو من أقدم الخطوط بأنواعه، حيث يفوق 30 نوع. يليها بعدها خط الثلث وهو من الخطوط الأساسية، ثم خط النسخ المعتمد في المصاحف، يليه بعده خطوط عثمانية مثل منها الخط الديواني وخط الرقعة وخط الديواني الجلي، يليه بعدها الخطوط الفارسية وهو يتمثل في خط واحد اللي هو خط التعليق أو النسخ تعليق أو بالخط الفارسي. بعدها يكون هناك الخطوط الحرة وهي عديدة، منها السنبلي، منها الوسام، منها البستان، منها المعلى، مجال واسع كبير. وايضا من بين الخطوط الرائده التي فرضت نفسها في العصر الحديث، وهي الخط المغربي بانواعه الثلاث، الخط المغربي المبسوط والمجوهر والثلث المغربي. ممكن تحدث المشاهد اكثر يعني وش هي البدايه اللي لازم يقوم بها يعني الانسان اللي حاب يتعلم الخط؟ يعني بالحروف، لماذا يبدأ؟ أولا هي يجب أن يكون لديه حب للفن، أن يكون لديه صبر، لأن مجال الخط العربي مسار طويل ويحتاج طول النفس، يتواصل مع خط أساتذة كبار من الخارج، من الداخل، من حوله، يعتمد على منصات التواصل الاجتماعي خاصة منصة اليوتيوب، فيها خير كثير. بما أننا أنهينا من أنواع الخطوط، نذهب الآن إلى كيفية رسم أو كتابة هذه الخطوط. ما هي الطريقة التي تعتمدها أنت في الكتابة؟ هي في الحقيقة بالنسبة للطريقة، هي كان يوجد عدة طرق،
منها الأصلية هي الكتابات على الورق، الورق بأنواعه، الورق العادي والورق المقهر. يعني كنقول الورق المقهر يعني الورق المحسن بطرق عديدة. منها ما نراه الآن، الكتابة على التحف الفنية، الكتابات على الجدران وغيره كذلك. وبالنسبة للوسائل، يعني الأدوات اللي تستخدمها خلال الكتابة؟ الأدوات عديدة، هي من طريقة لطريقة. يعني إذا كانت كتابة على الورق تعتمد على القصب أو القلم المعدني، سواء القصب يكون بطريقة يدوية، صناعة يدوية، وأيضا المعدني، أيضا المعدني منها ما هو مصنع من الشركات ومنها ما هو يصنع عن طريق يدويا. ربما هي أدوات بدائية لكنها أحسن من الأدوات الحديثة، لأنها تعطي جمالية للخط أكثر، تعطي نظرة جيدة وجميلة وممتازة. نعرف أنك تكون خطاط ليس بالشيء الهين، يعني لازم صبر ومداومة وعمل. كيفاش قدرت توصل لهذه المرحلة من الإبداع والتطور في هذا المجال؟ هي أولا كان كما قلنا سابقا كان حب للشغف، حب الخط العربي. كانت البدايات يعني عن طريق النقل، المحاكاة كما يقول، وهي الطريقة التي لا أنصح بها المبتدئين. لا، كانت نصائح من خاصة من هذا الخطاط الفلسطيني أحمد إسماعيل، الذي وجهني، يعني أعطاني الطريقة النموذجية لاتباع الخط التقنية، تعلم تقنيات الخط العربي كمبتدئ، وهي التقنيات الثلاث. تبدأ بإتقان الحروف، بعدها تكون طريق مرحلة التركيبات، وهي تركيب الحروف مع بعضها، بعدها تكون المرحلة ليست الأخيرة ولكن نقول مرحلة المحاكاة، وهي الاعتماد على المخطوطات السابقة الخطاطين الكبار، بعدها تكون الانطلاقة يعني عصامية. شكرا على المعلومات. سنحط لك الفرصة من قبل أنك تشارك في معارض مثلا أو صالونات وطنية. يعني هي كانت فيها دعوات عديدة ولكن للأسف كانت الظروف لا تسمح، لكن كان لي شرف أني أعرض معرض في الولاية، هنا ولاية بشار، يعني في المكتبة الرئيسية للمطالعة التي فتحت لنا أبواب الانخراط فيها. كان لي معرض خاص بسيط في يتضمن 25 أو 30 لوحة، يعني مختلفة الخطوط ومختلفة الألوان. كان لي إقبال هذا المعرض من الجمهور أو؟ الحمد لله كان لي إقبال متواضع. هل لديك فكرة بكتابة المصحف الشريف في المستقبل؟ هي أكيد، لا هو شغف كل خطاط، كل خطاط، يعني أي خطاط يسير على نهج الخط العربي لابد أن تكون له رؤية مستقبلية في كتابة المصحف الشريف بخط يده. وأنت ما هي رؤيتك المستقبلية عموما؟ الرؤية هي كتابة الخط، كتابة المصحف الشريف إن شاء الله بالخط المغربي، باعتمادنا على الدراسة اللي أدرسها الآن، هي أخذ الإجازة للخط المغربي المبسوط. بما أنك ذكرت لي الإجازة، ممكن تعرفنا أكثر على هذه الإجازة، ويعني وش هي فائدتها لك أنت كخطاط؟ هي الإجازة بالنسبة للخطاط يعني تفتح لها أبواب كثيرة، تفتح لها أبواب التعليم، نشر رسالة، مشاركة في، تعطيه فرصة لمشاركة في مسابقات دولية، مسابقات وطنية. ما حد لدينا رؤية لكتابة المصحف يعني لابد الإجازة. وش هي النصائح اللي تقدر توجهها للشباب الصاعد في مجال الخط العربي؟ أنه لا يترك هذا المجال، يبحث كثير أكيد وينخرط في أي نوادي، تعليم الخط العربي سواء بعيد أو قريب. شكرا على النصائح القيمة. شكرا على الاستضافة أخت أشواق، يعني كانت فرصة جميلة، وكانت فرصة لإبراز هذا الفن وجانب من هذا الفن. نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله، يكون فيها خير إن شاء الله. شكرا لك أيضا أستاذ، ومرحبا بك. وفي الأخير شكرا متابعينا على مشاهدتكم الوفية لنا، دمتم في رعاية الله.